السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين المحترمين الكبار والصغيرين، وخاصة طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. الدرس ده مهم عندنا جدا، في أول جزء عندنا في الترم الأولاني في المنهج. عايزة أقول نقطة مهمة، إحنا عندنا في الإنجليزي صفات، عندنا صفات كتيرة جدا متنوعة مختلفة، زي ما أقول tall, short, fat, thin, excited, boring وهكذا. عندنا صفات كتيرة قوي في الإنجليزي، بس في مشكلة بتحصل ما بين الصفات اللي بتنتهي بـ ed والصفات اللي بتنتهي بـ ing. ايه هي المشكلة؟ في ناس او في شخص ما قال قبل كده ان الصفات اللي بتنتهي بـ ed بتوصف العاقل، والصفات اللي بتنتهي بـ ing بتوصف غير العاقل، والكلام ده غلط تماما. طيب نفرق ما بينهم ازاي ونتعرف عليهم ازاي؟ الصفات اللي بتنتهي بـ ed هي اللي بتوصف المتأثر. المتأثر زي ما احنا بنقول بالعامية المتأثر بالحاجة، يعني اما نقول excited متحمس، اما نقول tired متعب او مرهق، bored زهقان طهقان، interested يعني مهتم وهكذا. نيجي بقى للصفات اللي بتنتهي ب ing. اللي بتنتهي ب ing بتتكلم او بتوصف المؤثر. المؤثر اللي بيأثر على الاشياء او على البني ادمين او على اي حاجة في الدنيا، زي ما اقول interesting ممتع، يعني هو اللي بيصدر لنا المتعة دي، exciting مدهش، tiring متعب، boring ممل. طيب هدي سؤال مهم واشوف بقى كده هيختبر احنا فهمنا ولا لا. اقول the film was bored or boring؟ طبعا هقول the film was boring علشان هو اللي صدر لنا الملل، يعني الفيلم كان ممل. تمام، ناخد سؤال كمان. منى is tired، she had a very tired or tiring day؟ الإجابة طبعا tiring عشان بوصف الday، هو المؤثر، هو اللي ادانا التعب. اليوم بالنسبة لها كان يوم ايه؟ متعب. متعب مش متعب. tired متعب او مرهق، tiring متعب او مرهق. بكده اكون اختصرت لكم الفرق ما بين الصفات اللي بتنتهي ب ed والصفات اللي بتنتهي ب ing. يا رب ما نلخبطش ما بينهم تاني ابدا. باي باي.